نعم صحيح، احنا في المدرسة التكنولوجية المشهد ارتئينا انه من الواجب علينا الوقوف امام حوادث الطرق، امام عدم الحذر على الطرق بصيحة وبصرخة، وهذه صرختنا امام امام حوادث الطرق. لذلك ان شاء الله احنا في لذلك في المدرسة عملنا اليوم على برنامج ثقافي تثقيفي للطلاب، من خلاله وعينا الطلاب انه ضرورة الحذر على الطرق ان كانوا سائقين او ان كانوا مارة من على الطرق. وكان لنا برضو لاصقات وزعناها على الشوارع. الحمد لله يعني لقينا يعني كثير يعني وجه بشوش من الناس وتقبلت الامر، وبالعكس احنا نامل انه ان شاء الله تقل حوادث الطرق، تقل كل هاي الامور على الشوارع، وان شاء الله يوم بعد يوم بتخف حوادث الطرق.